فيها مساء الورد، مساء الحب، مساء السعادة، مساء الهنا والأمان وراحة البال. شايفين الجمال؟ بجد تحفة، أحلى كيكة أوريو، تحفة بدون بقى ما تولعي الفرن ولا حاجة، طعمها رهيب، خطيرة، بصوص تحفة كلها تشوفوها دلوقتي. يعني بصوا مش بتاخد حاجة، وشايفين منظرها، الكيكة طرية جدا، بجد تحفة. يلا بداية الفيديو، عايزة لايك كبير وتعليق يساعدني وشير كتير. هحتاج 8 حبات من الأوريو ونص كوباية من الحليب السائل، ومعلقة واحدة من الطحين، تمام، ومعلقة ممسوحة من البيكنج باودر. هنحط في البولة سوري كوباية إلا ربع حليب، نحتاج بقى كده حطيت ربع كوباية إلا ربع حليب، وهنزل عليهم 8 حبات الأوريو، البسكوت الأوريو، وهبدأ إن أنا أدوبهم مع الحليب الأول، تمام. بعد ما تدوبيهم مع الحليب هتروحي نازل عليهم بمعلقة واحدة بس كبيرة من الطحين، ومعلقة صغيرة جدا من البيكنج باودر، وهتخلطيهم معاهم مع معلقة واحدة من الكاكاو البودرة. المكونات هحطها لكم في الديسكريبشن، وبالنسبة للفيسبوك هحطها في أول تعليق مثبت. طيب تمام، بعد ما خلطتيهم بقى ما خدتش منك دقيقة، هتجيبي بولات صغيرة وهتبدأي توزعي فيهم الخليط. أنا الخليط ده عمل معايا 3 بولات، تقدري أنت تعمليها في قالب واحد، تمام. هتدخليها الميكرويف زي ما أنتم شايفين كده بالظبط 2 دقيقة، حطي 2 دقيقة، 2 دقيقة وتطلعيها من الميكرويف، بقت معاكي كيكة تحفة. تعالوا بقى نعمل لها الصوص اللي فوق. هجيب كده بولة صغيرة وهحط فيها معلقة واحدة بس من السكر البني أو العسل، انتوا تقدروا تحطوا سكر أبيض بس أنا بصراحة ما بحبوش، وهحط معلقة واحدة كبيرة من الكاكاو البودرة الخام، و3 معالق من القشطة اللي هي الجيمر، ومعلقتين من الحليب السائل، وهخلطهم كويس جدا، وبقى عندي أحلى صوص هضيفه على الكيكة أول ما تطلع. طيب ايه تقدري تعملي بديل زي من دوت؟ تقدري تجيبي 2 جلاكسي دارك وتحطي معاهم شويه حليب او شويه كريمه سائله وتدخليهم مايكرويف، هتبقى معاكي يعني صوص جميل قوي. بس كده، شايفين؟ شايفين الكيكه لما طلعناها من مايكرويف؟ جميله يا جماعه جدا، تحفه، طعمها رهيب. عشاق الاوريو فين؟ هتموتوا على الكيكه دي بجد، حرفيا رهيبه رهيبه رهيبه. هتوزعي بقى الصوص وهي سخنه عليها واستمتعي بيها وهي دافيه، من الكيكات الشتويه الجميله اللي تطلعيها كده من الفرن سوري من الميكرويف وتاكليها في ثواني. طب ما عندكيش مايكرويف عادي، تقدري تعملي الخليط وتدخلي الفرن، ما بياخدش دقايق. وبس كده، وزعي اي حاجه من فوق، وبالف هنا وشفا علينا وعليكم. بحبكم كتير، باي باي.